يعني لم يهدد أحد روسيا، لم يهجم أحد على الحدود الروسية لحد الآن. روسيا منذ عام 2014 تسرع وتمرح وتمارس الإرهاب على الدول، لم تقم أي دولة رسمية بمهاجمة الحدود الروسية باستثناء الطيارات الدرونز التي تطير لتهاجم أهداف عسكرية في الحدود الروسية بعد إعلان روسيا الحرب الثانية على أوكرانيا. ما تقوم به أمريكا ببساطة هو مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن أرضها. أما ما تصرحه، يعني التصريحات التي تأتي من الحكومة الروسية هي عبارة عن تهريج. يعني نحن نتحدث عن حكومة عندما بدأت حربها على الشعب الأوكراني بدأت في 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 بالهجوم على المفاعل النووي في شرنوبيل، ثم حاصرت واحتلت المفاعل النووي في زاباروجي، ثم الآن هي تتحدث عن هذه الدروع وكأن روسيا ليست هي الدولة التي يخرج منها ميدفيديف كل يومين أو ثلاثة ليهدد العالم بقصف نووي في حال لم تترك لاحتلال الشعب الأوكراني. إذن يعني هذا التصريح هو بمثابة تهريج حقيقة. يعني إن كان هناك خطر على البشرية فهو بما تفعله روسيا من استهدافها للمدنيين الأوكراني. أضف إلى ذلك حربها المستمرة على القمح الأوكراني. يعني بينما أوكرانيا تستهدف مواقع عسكرية روسية في روسيا، تستهدف روسيا القمح الأوكراني لتجوع العالم. إذن من هو الذي لا يهتم بمصير البشرية؟ لكن سيد عبد الرحمن، يعني ذخائر اليورانيوم المنضب لها قدرات هائلة، يعني أهمها أنها خارقة للدروع. يعني هل ستقلب موازين الحرب، خاصة ويعني أنه الهجوم المضاد لأوكرانيا يسير ببطء بحسب ما يراه المراقبون والخبراء؟ أي مساعدة عسكرية ضد دولة تملك ترسانة عسكرية هائلة ستفيد في تغيير في تسريع الحرب. نحن يعني أنا بالأمس كتبت مقال عن هذا الموضوع، عن مقال متى تنتهي الحرب. لن تنتهي الحرب إلا باستسلام روسيا وهزيمتها. بالتالي على العكس ما تقوله الحكومة الروسية، أي تسليح لأوكرانيا يسرع من كما تفضلت سيدتي الكريمة، الهجوم الأوكراني يسير بنجاح لكنه يسير ببطء. بالتالي أي سلاح ممكن أن يسرع من هذا الهجوم المضاد، بالتالي ممكن أن ينهي الحرب بسرعة ويوقف نزيف الدم الذي نراه عالميا وتجويع العالم الذي نراه. نعم، شكرا لك سيد عبد الرحمن على كل هذه الإيضاحات. كان معنا من لفيف عبد الرحمن الشامي ناشط سياسي، أشكرك جزيل الشكر.